الهزات الأرضية المتكررة خلفت هلعا وسط سكان منطقة زرايا ببلدية بيضة برج بسطيف، وألحقت أضرارا ببعض البنايات التي أوشكت على الانهيار. البارح هي الكارثة الكبيرة صارت البارح، ومن البارح حطوها نتاع مروانة، ما حطوهاش زرايا بالكارثة هي راهي صايرة في زرايا والله. راهم حطوها نتاع بلدي نتاع مروانة، وحنا الكارثة يا أخي الحمد لله يا أخي جيتوا وكم شفتوا هذوك بعينيكم واش راه صاير فينا. الأحداث كون عينتوها في عين المكان، كاين الزنزلة قالوا ضربت في مروانة، بالعكس الرسمي تاعها في زرايا، السلطات راهي غايبة تماما، ما كانش يعني تجي حتى توعي المواطن من ناحية يعني تحسوا، قال المكان والو، هي ماشي قضية كراف ولا قضية، ويعني والدعاء نسأل الله، اللهم نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الهزات الأرضية أرغمت البعض على المبيت في العراء واللجوء إلى الخيم خوفا من تساقط الأسقف والجدران. راهم تحت النيل، وكاين اللي عنده طوموبيل راه فيها طوموبيل، وكاين اللي دوك لو كان تخرج منه هكا تلقاهم كل تحت النيل. احنا كيما راك تشوف انا ولينا نخافوا في الليل، نباتوا في كواطن خادمينهم هكذا، نباتوا فيهم نخافوا من الزنزال، هذاك كل دواء يضرب بالعقل في سمانه هو هكذا. انا نوجدوا في الخيم البلاستيكيه، لولادنا راهم يطايشوا، الهلع كبير في وسط الاولاد، ما لقيناش كيفاش ما عندناش وين ندرقوهم، ما عندناش الامكانيات. السكان يطالبون بتحرك السلطات وضروره توفير الخيم التي اضحت الشغل الشاغل لاهل المنطقه. رحنا لشيخ البلديه هدرنا معاه بصفه شعب الكل، باهو ما يعطيهم القواطن ولا حاجه، الاولاد صغار يباتوا برا. قال لك اخويا ما كانش باللي المسؤولين راهم غايبين، يعني جيونا غير في الانتخابات فقط، منطقه فيها 22,000 عدد السكان، ما جا لها حتى يعني مسؤول من الكبار. هكذا هي يوميات سكان زرايا، خوف وهلع وهروب كلما زلزلت الأرض زلزالها.